بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. دلوقتي كل اللي احنا عملناه لغاية دلوقتي ان احنا عرفنا مكونات اي منشأ ستيل بيكون مكون من ايه وايه وايه. ابتدينا بعدها اتكلمنا عن الاستاتيكال سيستم اللي احنا هنحطه للوحدة اللي معانا دي، وبعد كده قلنا خلاص حطينا استاتيكال سيستم وعرفنا المشروع هيبقى ماشي ازاي وايه مكوناته. طب يلا نصمم كل واحدة فيهم. جينا نقول هنصمم ازاي، لازم نعمل اناليسيز، لازم يكون معانا مومنت ونورمال وشير عشان اقدر اصمم القطاعات الموجوده عندي. طيب عايز اعمل اناليسيز، فانا مضطر ادخل على الساب عشان اعرف الايه الاسترينج اكشنز بتاعتي. طيب هدخل على الساب ازاي من غير ما يكون معايا الموديل الدي اكس اف؟ ممكن طبعا تدخل وتعمل موديلنج على الساب، ولكن حاجه زي كده غلسه شويه ان هي تتعمل لها موديلنج على الساب، فعشان كده عملنا لها الدي اكس اف بتاعها كامل 3 دي، مفيش ولا عنصر مش موجود فيه غير البيرلينز، والبيرلينز اصلا عنصر يعني مش هيفرق معانا ان هو يكون موجود على الساب او لا، احنا هنحط وزنه بحيث اللود اللي جاي من البيرلين على المين سيستم بتاعي يبقى موجود، ولكن البيرلين نفسها تصمم لوحدها بره. طيب دلوقتي انا مثلا محتاج اغير احداثيات المنشأ بتاعي ده، ولو انها مش تفرق قوي ولكن نغيرها بحيث يكون 0 0 عند النقطه دي زي ما هو موجود عندنا في البي دي اف ده، وزي ما هو هيبقى موجود باذن الله في الايه في التكلا ستراكشرز واحنا شغالين. هو اصلا ال 0 0 هنا في الاوتوكاد عايزين ننزله يبقى هنا، يبقى هننزل 30 متر 12 ونص و17 ونص. طيب ابتدي اجي واقول موف موف ومعامل سيليكشن على المنشأ بالكامل، نقفل دي كده ادوس انتر، امسك من النقطة دي وارفعها لغاية فوق 30 متر، يبقى 30 وبعد كده 3 اصفار، دوس انتر كده هو مظبوط. لا مش مظبوط، كنترول زد كنترول زد، 12 ونص 12 ونص و17 ونص، المفروض 30 يعني، بس خلينا اهو 12 ونص، بعد كده 17 ونص، موف من هنا اطلع 17 ونص. تمام على العموم كده هي شكلها مظبوط، وهو كده ده الشكل بتاعنا. نبتدي نيجي كده في 3 دي. دلوقتي انا عايز ده احوله دي اكس اف، هو لغايه دلوقتي ده دروينج، هو مجرد اسمه دي اكس اف ولكن هو دوت دي دبليو جي، فاقدر من هنا ادوس على سيف از واقول له خلهولي دوت دي اكس اف. على العموم الفايلات والدي اكس اف والكلام ده باذن الله كله هكون رافعه على اللينكات الموجوده تحت الفايل في تحت الفيديو في الديسكربشن. طيب دلوقتي هنا كده بقى دوت دي اكس اف، انا بس عايز اعمل تشيك معين واتاكد ان الموديل بتاعي ده مظبوط ومفيش اي نقطه فيها غلطه، يعني النقطه زي دي مثلا لا كله متوصل بكله مفيش اي واحده متزحزحه عن مكانها، لا مظبوطه. طيب عايز اتاكد من ان كل النقاط مظبوطه 100%، اعمل ايه؟ هبتدي انا محتاج دلوقتي اعمل تشيك، مجرد تشيك، فانا عملت ماتش من اي لير بحيث يبقى كله على نفس اللير بس. هل انا كده ضيعت الشغل والمجهود اللي انا عملته بان انا احصل على لايرز؟ لا، ما انا لسه معايا الفايل اللي هو دوت دي دبليو جي، انا بس عملت الفايل ده كده لغرض ما تعرفوه حالا. ادوس كنترول اس كده تسيف الدي اكس اف بتاعي، اقفله اقول له نو كده اتقفل، لازم يتقفل، ما ينفعش تبقى فاتحه وانت بتفتح الساب، لازم الموديل الدي اكس اف يتقفل. بنفتح دلوقتي الساب، الساب فتح يعني بيشاور عقله اهو كده، الساب فتح، هنقول له فايل امبورت دي اكس اف اوتوكاد دي اكس اف، اقول له هات لي الاوتوكاد دي اكس اف اللي انا حاطه على الديسكتوب، اقول له اوبن، بيسالك عن مين فيهم الاب دايركشن، فهو الزد، يسالك عن الوحدات بتاعتك، طن مليمتر ماشي، سيليزيوس ماشي اوكي. بيقول لك دلوقتي عندك لير عليها جوينتس؟ لا. عندك لير عليها فريمز؟ اه انا عندي اللير دي عليها كل الفريمز اللي اسمها ستراتس، بالنسبه لاي حاجه تانية لا مش عايز. اوكي كده نزل لي المنشأ. ايه ده شكله غريب، اقول لك معلش اعمل كده 3 دي، تمام كده شكله مظبوط وزي الفل. طيب انا محتاج احط سبورتس، احط سبورتس ازاي دلوقتي؟
هاجي اقول له فيو عشان اختار كل النقاط. يعني انا هل هقعد ارجع على كل نقطة من دول واجي اعمل لها كده كده، اقعد اعمل سيليكشن كده؟ طبعا دي حاجة مش هتنفع، مش حاجة صح خالص. تقدر تعمل ايه؟ فيو ست 3 دي فيو اكس زد، خلي دي زيرو عشان ما بقاش، عشان يبقى كله كده انت كأنك شايف اكس زد بلان، ولكن هو مش بلان، يعني هو النقاط اللي ورا موجودة برضو كأن المنشأ متطبق كأنه كله فوق بعضه. انا لو جيت اعمل سيليكشن كده، لو فتحت ويندو وعملت سيليكشن كده، انا كده اخترت كل النقط اللي قدامي. طب والنقط اللي وراها كمان اخترتها، ادوست 3 دي الاقي ده اختار لي النقطة دي ودي، اختار لي كل النقاط اللي ايه اللي تحت. هقدر ساعتها ادوس اساين جوينت ريسترين، اختار نوع السبورت بتاعي اللي هو الهنج، اقول له ابلاي اوكي تمام. انا ممكن اكون بشرح مثلا بسرعه شويه او كده، ده لان المفروض ان انت داخل عارف ساب تمام، وحتى لو في حاجه جديده او في حاجه غريبه انا هبتدي اتكلم فيها وافصلها واحده واحده باذن الله تمام. ولو في اي مشكله تقدروا تسيبوا اي كومنت تحت اليوتيوب باذن الله، تحت الفيديو على اليوتيوب باذن الله هيترد عليها في الفيديو اللي بعده على طول باذن الله. ولكن الكلام اللي انا بتكلم فيه بتالي بسيط، يعني مش محتاج قوي ان انا اعيد او ازيد فيه تمام. ماشي، دلوقتي انا محتاج مثلا اعمل ديفاين لللود باترن. يعني كده هو واخد معايا الديد لود في الاعتبار تمام. طيب انا محتاج اعرف السكاشن بتاعت السكشن بتاعت كل ممبر من دول، فانا دوست على علامة الصح واروح هلاقي عندي فريم وعايز اعمل فريم سيكشن يكون ظاهر قدامي، ادوس له ابلاي، اجي اعمل زوم ان. واخده سيكشن، واخده قطاع، في ليها قطاع، طالما ليها قطاع القطاع ده ليه على فكرة، لو جيت تدوست على ديفاين سيكشن فريم سيكشن ده، لو دوست موديفاي هتلاقي قطاع ليه ابعاد وليه وزن وليه كل حاجة، فهو ليه وزن، فكده هيعمل ديفليكشن. طب خلاص نشيل بقى السكشن دي وندوس ابلاي اوكي. انا بعمل ده كله ليه؟ بعمل ده كله عشان دلوقتي هدوس رن وادوس رن رن ناو، ابتدي اعمل نيو فولدر. لا انا غلطت، نيو فولدر تمام، اسمي اي اسم وادوس سيف، هبتدي اعمل رن. هو بعد ما هيعمل رن انا استفدت ايه بقى من ده كله؟ انا اكيد ده يعني ده مش ده الشغل ومش ده الاناليسيز، ولكن هنا هستفيد حاجه معينه. هاجي استفيد ان انا لما اجي ازوم كده على اي نقطه وابتدي ادوس عليها رايت كليك، اعرف قيمه الديفليكشن. قيمه الديفليكشن النقطه دي هتتحرك في اتجاه واحد ب 3 مللي، في اتجاه 2 ب 0.9، في اتجاه 3 اللي هو الاتجاه الرأسي، وده دايما يعني في معظم الاحوال بيكون اعلى حاجه طالما انت احمالك حمل رأسي. ما هو انا الحمل اللي عندي حمل ديد لود، انا ما دخلتش ولا لايف لود ولا دخلت اي حاجه تانية، ولا دخلت ويند لود ولا تمبريتشر ولا اي حاجه. قال لي كام؟ قال لي 78، 78 مللي اللي هم 7 سنتي. طب تمام، القيم دي معقوله كده؟ القيم دي يعني ايه معقوله؟ هتقول لي انا امتى احكم عليها معقوله ولا لا؟ لما تلاقيه مثلا 5000 متر، ولا تلاقيها حتى متر واحد، لما تلاقي بس الديفليكشن ارتفاعه متر، لا متر ده ايه ده؟ ده كده اكيد في غلطه في النقطه دي. تبتدي ترجع للدي اكس اف بتاعك وتشوف النقط، هل النقط متوصله صح 100% ولا لا؟ طب حاجه تانيه، طب هل انت هتقعد على كل نقطه تروح تقعد؟ لا طبعا، تروح تشوف اكتر نقط نازله لتحت، تبتدي تروح تدوس عليها رايت كليك. هنا بيقول لك 17 مللي مثلا، النقطه دي هتبقى اعلى سنه، شكلها كده اعلى سنه لان ما فيهاش ما عندهاش بريسنج، فقال لك 24 مللي. كلام كله ايه؟ في المعقول. طب برضو انا احكم على ايه؟ ازاي معقول ولا مش معقول؟ برضو تقدر تعمل ستارت انيميشن. لو لقيت المنشأ كله بيتحرك كأنه حاجة واحدة يونت مع بعضه، يعني مثلا لو في نقطة مش مظبوطة هتلاقي، مثلا لو الممبر ده مش مظبوط، لو في مشكلة هتلاقي النقطة دي بتطير لفوق قوي وتنزل لتحت قوي، فكده انت تعرف ان في مشكله عندك في الدي اكس اف، ترجع تروح تعدلها بس، مش اكتر من كده. ده الهدف من ان انا كنت بعمل تشيك، اتاكد ان الموديل بتاعي مظبوط. بعد كده بقى اتعب شويه معلش عشان خاطر ايه، ده شغلي وده مشروعي، فايه
اتعب فيه شويه وايه، واطلع حاجه نظيفه باذن الله واقدر اعدل فيها، لان طبعا في مشروع التخرج انت بتحتاج تعدل اكتر من مره، بتعدل كتير. يعني مثلا حاجه الدكتور ما بيقضاش بيها، حاجه انت بتكون غلطان فيها وتكتشف متاخر، فبتحتاج تعدل. فكل ما كان شغلك منظم كل ما كنت تعرف تعدل بسهوله. دلوقتي انا مسحت وكاني ما عملتش اي حاجه، انا كل اللي عملته في اثناء الفيديو ده ان انا عملت تشيك، اتاكدت ان الخطوط بتاعتي دي واصله مظبوط، كل حاجه واصله في مكانها وشغاله مظبوط. طيب انا محتاج دلوقتي اصدر الكلام ده كدي اكس اف تاني مره تانيه، ابتدي اعمل ايه؟ هو في مشكله هنا ان غالبا لحظه كده، المحاور ما اتنقلتش او اتنقلت بس انا ما سيفتش. تمام مفيش مشكله، انا امسك ده كله كده واقول له موف وامشيها 30 متر، واصلا كده كده حكايه المحاور دي مش مهمه قوي، ولكن انا ايه عايز يكون كل حاجه معاكم عاملها زي ما هي موجوده زي ما انا عاملها في المشروع، ولا مش هتفرق اصلا في حلولي يعني. تمام دلوقتي ابتدي ادوس كنترول اس، الكلام ده انا محتاج اسيفه كدي اكس اف، يبقى ادوس له سيف اس، ارجع اختار من هنا دي اكس اف اي سنه بقى من السنين مش مشكله، كل ما كان الفيرجن اقل كل ما كان افضل، يعني عشان بحيث ايه لو بعته لاي زميل ليك او لو حصل اي حاجه فانت ايه يقدر يتفتح معاك. دلوقتي انا كده تمام لغايه هنا انا ما عنديش مشاكل. يعني ايه لغايه هنا ما عنديش مشاكل؟ كده الدي اكس اف بتاعه اهو، كده الدي اكس اف كل ممبر ليه اللاير الخاصه بذاته. طب انا ماشي اعمل ايه دلوقتي؟ ما تعملش اي حاجه غير ان انت تقفل الدي اكس اف ده وتقول له سيف. تمام هيقول لك عايز سيفه كدروينج فورمات، قول له لا شكرا انا كده كده سيفه كدروينج فورمات. الاوتوكاد كله كده ده عايز منه حاجه؟ لا شكرا انت كده ايه دورك انتهى يا اوتوكاد دلوقتي، ممكن نبقى نرجع لك بعدين انما انا مش عايزك دلوقتي خالص. اروح للساب، هبتدي افتح الساب، ودلوقتي الدي اكس اف ده الدي اكس اف المظبوط. لو في تعقيب لأي حد على أي حاجة تقدروا تسيبه تحت الفيديو في أي في كومنت، تحت أي فيديو في كومنت هقرا كومنت وأرد عليكم. لو في حاجة مش واضحة، لو مثلا أنا سريع شوية هبتدي أبطأ، لو في أي حاجة شايفينها مشكلة بتسبب لكم مشكلة قولوا لي وأنا معاكم بإذن الله في أي حاجة إن شاء الله. تمام أنا دلوقتي هنا ده الساب، أقول له فايل امبورت دي اكس اف اوتوكاد دي اكس اف، اروح اختار المكان بتاع الدي اكس اف بتاعي على الديسكتوب، اقول له اوبن. من دلوقتي بقى ابتدي اركز شويه لان ايه المواضيع دلوقتي بقت حساسه شويه، انا خلاص ده الموديل اللي هشتغل بيه اللي هطلع منه اناليسز، فانا ايه محتاج اركز في كل حاجه. الوحده دي انا عايزها طن مليمتر سيليزيوس، بالظبط تمام. الفريمز انا محتاج احط انهي فريمز دلوقتي؟ اقول له تعالى بقى يا فريمز، بيحتاج مثلا هخليهم ايه احطهم بالترتيب كده بالترتيب من فوق لتحت، هحط كولوم 8 متر وادوس اوكي. كده هو نزل لي ايه؟ نزل لي كل الاعمده اللي ارتفاعها 8 متر. طب هي فين؟ انا مش شايفها. لو دوست 3 دي يا باشمهندس هتلاقي نزل لك ثلاث اعمده هنا وثلاث اعمده في الاخر. طيب انا محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ قبل ما اشيل السليكشن، يعني ما ادوسش اي كليكه في اي مكان، انا دلوقتي معمول سليكشن على كل الاعمده دي، ادوس كنترول جي. لا كنترول جي ان انا هعمل سيليكشن لجروب، لا سوري يبقى انا مش هدوس كنترول جي، انا هدوس اساين، اساين تو جروب، فين ادي اساين تو جروب، وهعمل هعمل ديفاين لجروب جديد، والجروب الجديد ده اهو اد نيو جروب، الاد نيو جروب ده هسميه كولوم 8 متر، ادوس له اوكي. كده بقى عندي جروب اسمه كولوم 8 متر، ادوس اوكي، اختار الجروب ده واقول له ابلاي اوكي. طيب دلوقتي كده انا عندي الاعمده مش معمول عليها سيليكشن، طب انا عايز اعمل عليها سيليكشن، اكيد ممكن اعمل افتح ويندو كده واعمل كده، مش حاجه صعبه خالص يعني. ولكن انا يا باشمهندس لما بقى المنشأ عندي كله بالكامل موجود عندي على على الساب، وانا محتاج اختار الاعمده اللي ارتفاعها 8 متر، فانا مضطر اعمل ايه؟ انا مش في ايدي حاجه اعملها غير ان انا ساعتها بقى ادوس ايه، اقول له سيلكت 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 جروب، واختار انهي جروب، كولوم 8 متر، اقول له سيلكت، الاقي اختار لي الاعمده اللي ارتفاعها 8 متر. يمكن الموضوع مش ملحوظ قوي دلوقتي لان كل اللي موجود هو اعمده 8 متر. طيب
خلينا ننزل الباقي، بس خلينا ندوس كنترول اس معلش، بحيث ايه اللي احنا بنعمله ما يضيعش مننا، نسيفه نسميه ساب موديل، دوس انتر، وهنا مثلا اسميه واحد ودوس سيف. طيب دلوقتي ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ نزلنا الست اعمده بتاعتنا. طب انا محتاج اعمل ايه تاني؟ محتاج انزل الباقي، فاقول له فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف، واروح على الديسك توب واختار الدي اكس اف بتاعي واقول له اوبن. الكلام ده انا ما عنديش مشكله فيه، وادوس له اوبن، يقول لي فريم، اقول له المره دي نزل لي الاستراتس، هيقول لي تمام ما عنديش مشاكل، اقول له اوكي نزل لك الاستراتس قبل ما تلغي السليكشن من عليها. برضو تروح تقول له اساين لا اساين تو جروب، تيجي هنا تقول له ديفاين جروب اد نيو جروب، وتسميه مين؟ ستراتس. تقول له اوكي، تختار ستراتس دي وتقول اوكي، تختارها من هنا وتقول ابلاي اوكي. دلوقتي انا لما عاوز اعمل سيليكشن على الاعمده، او مثلا عايز اعمل سيليكشن على الستراتس بدون ان انا ما اختار الاعمده، فاقول له سيليكت سيليكت جروب ستراتس سيليكت، فقدر يختار لي على طول ايه؟ الاستراتات. طيب تمام، محتاج انزل الباقي، فهعمل نفس الكلام فيهم كلهم، امبورت اوتوكاد دي اكس اف، ادي الدي اكس اف اهو اوكي، ادي الفريم المره دي بدل استرات، خلينا بقى ايه الاند جيب والكولومز، اقول له اوكي، نزلوا الاند جيب والكولومز، اقول له اساين، اساين فين؟ اساين تو جروب، اقول له ديفاين جروب، اقول له اد نيو جروب، واسميه اي جي كولوم، اقول له اوكي، اقول له اوكي، اختار اي جي ده واقول له ابلاي، اقول له اوكي تمام. ادوس تاني مره فايل امبورت، انا كده بنزل الحاجات، ما اديتش قطاعات، ما حطيتش احمال، ما عملتش حاجه غير ان انا بنزل العناصر بتاعتي، وبدي لكل مجموعة عناصر اديها جروب معين، بحيث لما عاوز اختارها مرة واحدة اقدر اختارها. طب انا ايه الهدف من كده؟ هتعرف الهدف قدام شوية، لم قدام لما تلاقي نفسك وقعت في مشكلة ومحتاج ان انت تختار مجموعة عناصر وعندك الدنيا يعني مليانة ممبرز، مش هتعرف قيمتها غير لما تقع في المشكلة دي. فعشان كده انا بعملها معاكم من البداية، يعني vertical بريسنج، اقدر ادوس اوكي اوكي، واجي اختار الفيرتيكال بريسنج واقول له ابلاي اوكي. دلوقتي لو جيت اقول سيلكت 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 جروب فيرتيكال بريسنج، بطمن بس اختار لي الفيرتيكال بريسنج كلهم اهو تمام ماشي. دلوقتي انا محتاج انزل الباقي، برضو هعمل نفس الحركات، عذرا بقى لو بطول، اوبن ندوس اوكي، نختار هنا فريم، احنا نزلنا الفيرتيكال بريسنج، خلينا نختار كولوم 14 متر، هندوس اوكي. لو ناخد بالنا بقى ايه اللي حصل المره دي، نزل لنا الاعمده اللي ارتفاعها 14 متر، ونزل لنا كمان الكاميرات اللي قدامكم دي زي ما انتم شايفين. فهل الكلام ده مظبوط؟ او دي الاستراتس غالبا، دي الاستراتس بتاعت مين؟ بتاعت قاعه الانترنس وقاعه الايه؟ القاعه الثانيه اللي بره. طيب الكلام ده مظبوط؟ لا مش مظبوط، فانا اقدر اعدله من هنا، او ممكن ادوس كنترول زد واعدله في الدي اكس اف، فافتح الاوتوكاد ابتدي اروح للدي اكس اف تمام، هو ده الدوت دي دبليو، ده دوت دي دبليو جي، خلاص ماشي هعدله هنا. هو هنا دول موجودين على ايه؟ على اللير بتاعت كولوم 14 متر، فدي غلطه مني تمام. ابتدي اجي اعمل نيو لير، نيو لير، واسميها ستراتس 2 مثلا، عشان خاطر اميز ما بين الاستراتات اللي جوه دي والاستراتات اللي هي في القاعات اللي بره. اخد دول كلهم واحطهم بقى ايه على اللير اللي انا بتكلم عليها دي، اختار. طيب انا ممكن اعمل اصلا ايزوليت واختار كل دول كده، اختار اللي هناك دول كده،
تمام، واقول له ودهم لي في ستراتس 2. فين ستراتس 2؟ اهي كلوز ان ايزوليت. دلوقتي ايه دول؟ موجودين في لاير لوحدهم من اسمها ستراتس 2. اقدر اعمل سيف از واخليها دي اكس اف، ومكان الدي اكس اف القديم سيف يس. تمام كده انا اقدر اقفل الاوتوكاد. هو بيقول لي عايز سيفها كمان بدروينج فورمات؟ لا نو انا مكتفي بالدي اكس اف. طيب دلوقتي لما اجي اقول له فايل امبورت دي اكس اف اوتوكاد دي اكس اف، اختار دي اكس اف اقول له كده واقول له اوبن واقول له فريم. المره دي انزل الاقي كولوم 14 متر، اقول له اوكي نزل لي الاعمده بس كده، ده مظبوط الدنيا بتاعتي ايه ماشيه كويس. اقول له برضو اساين تو جروب، ديفاين جروب، اد نيو جروب. اجي اقول له كولوم 14 متر، اقول له اوكي. انا ممكن كمان اعمل كمان ديفاين لكذا جروب تاني من دلوقتي، يعني ممكن اعمل ديفاين كمان لجروب اسمه ستراتس 2 واقول له اوكي، واعمل كمان نيو جروب واسميه مثلا رافترز واقول له اوكي، واعمل اد نيو جروب واسميه جيردرز واقول له اوكي. الرافتر هي الجردر على يعني كلها مسميات ملهاش اي، بس انا بس بميز بين الرافتر وبين الجردر لهدف معين، وتعرفوه برضو اثناء ما احنا شغالين. يعني الجردر بتاعتي تبقى يعني حجمها اكبر شويه، او الدبس بتاعها ممكن يكون اكبر شويه، فعشان كده انا مسمي دي جردر ومسمي دي رافتر عشان ما اتلخبطش اثناء الايه اثناء الحل، ما اسميش دي رافتر ودي رافتر مثلا، فكده بس تمام. طيب مثلا عايز اعمل لير للهوريزونتال بريسنج، واقول له اوكي، وابتدي ادوس اد نيو لير او اد نيو جروب. ومثلا محتاج التوب كورد، واقول له اوكي اد نيو لير بوتوم كورد، اد نيو لير فيرتيكال. اقول له اوكي اد نيو دياجونال، دياجونالز مثلا كده اوكي. اد نيو لير او اد نيو جروب، في مثلا لينك ممبرز، اقول له اوكي اد نيو، اقول له كانت ليفر، اقول له اوكي اد نيو سكندري بيمز، اقول له اوكي. غالبا دي كل المكونات اللي موجوده عندي في المنشأ، لو في حاجه انا ناسيها هبتدي اعرفها هفتكرها اثناء ما انا شغال. دلوقتي انا المفروض دول كلهم اعمده 14 متر، فادوس ابلاي اوكي. ابتدي اقول تاني فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف، اجي اختار الدي اكس اف بتاعي اقول له اوكي، اختار الفريمز. دلوقتي كولوم 14 متر نزلناه، الكومون كولوم انزله واقول له اوكي. نزل الاعمده ايه اللي هي مشتركه، العمود المشترك ما بين الارض دي والارض دي. تمام اقدر دلوقتي اقول له اساين تو جروب. للاسف ما كنتش عملت جروب اسمه كومون كولوم، فهبتدي اعمله برضه كومون كولوم مثلا بالمنظر ده كده، واقول له اوكي اوكي، واجي اختار من هنا اكتب بس مجرد سي، الاقي ايه جاب لي هنا كومون كولوم ده، وادوس له ابلاي اوكي. تمام اقدر ادوس فايل امبورت فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف، اختار الدي اكس اف واقول له اوكي، اقول له اوكي. ابتدي اجي هنا على الفريم والاقي انا عملت كومون كولوم مثلا هوريزونتال بريسنج، اقول له اوكي. هو هنا برضو ان هو مختار لي الهوريزونتال بريسنج بتاعت جوه
اللي هي القاعة الكبيرة مع الهوريزونتال بريسنج اللي بره، هي دي مش حاجة حلوة قوي، ولكن خلينا نكمل طيب ونشوف بعد كده هنتصرف ازاي. هقول له assign to group، في انا كنت عامل هنا هوريزونتال بريسنج اهي، هقول له apply اوكي. فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف اهو كده، انا كنت وصلت لغايه الهوريزونتال بريسنج. اجي دلوقتي للجردر واقول له اوكي نزل لي الجردرز زي ما انتم شايفين، فاقول له assign to group وديني للجردر جي apply اوكي. فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف اوكي. فريم رافترز بلاي، حط لي الرافترز بالمنظر ده، اقول له assign to group، ادوس ار كده الاقي الرافترز، اقول له apply اوكي. فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف اوبن اوكي. ابتدي اروح له هنا على لونج تنل، ده اللونج تنل تراس، اقول له اوكي نزل لي كل اللونج تنل تراس بالمنظر ده. اجي اقول له assign to group، define group، add new group، longitudinal truss او long كده بس كده، واقول له اوكي دوس على ال هلاقي long اهو، apply اوكي. file import autocad dxf open اوكي. هنا ادوس له توب كورد، اقول له اوكي نزل لي كده التوب كورد كله. اجي اقول له assign to group توب كورد apply اوكي. فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف اوبن اهو، فريم توب كورد بوتوم كورد، حط لي كل البوتوم كورد. اجي ساعتها اقول له assign to group، اقول له bottom chord apply اوكي. فايل رينج بيم لو اوكي فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف كده تمام. اجي هنا احنا وصلنا لغاية الرينج خلاص، هانت كانت ليفر. اجي اقول له هنا assign to group، هلاقي عندي كانت ليفر ان شاء الله اهو، apply اوكي. فايل import autocad dxf
دلوقتي انا وصلت كانتريفر لينك ممبر كي assigned assign to group link apply okay file import حطينا السكندري بيمز assign to group دوس اس secondary beams apply اوكي اجي اعمل import خلاص انا بقفل اخر حاجات اقول له دي اكس اف له اوكي دلوقتي حطينا السكندري بيمز يبقى ناقص لنا بس الاستراتس اقول له كده هنا assign to group انا مسميها struts 2 هنا هفضل ادوس على اس 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 لغايه ما الاقيها اي اس 2 apply اوكي تمام اجي دلوقتي انا محتاج احط السبورتس فاجي ادوس فيو 3 دي فيو اقول له مثلا واي زد او اكس زد عادي مثلا اكس زد واخلي الانجل دي بزيرو واقول له apply هلاقي ايه عمل لي الفيو دي زي ما اتفقنا وريت لكم قبل كده هختار كل النقاط دي اقول له assign joint restrain اختار الهنج اقول له apply اوكي اجي ادق في 3 دي هلاقي ان انا كده حطيت الموديل بالكامل طبعا لسه ما عرفتش قطاعات طبعا لسه في حاجات ناقصه في موديل الساب هنتعرض ليها في الفيديوهات القادمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.